الدراسه بتقول ايه؟ ان نكملها بقى اللي هي اللي عملوا عليها بعض الاحصائيه يعني والكرات دي. المهم ايه؟ لقوا في الاخر خالص ان الناس الفوضويه ان هم يعني ابتكروا حاجات اكتر من الناس اللي هي ممكن منظمه شويه وعندهم ابداع اكتر، ويمكن هو ربنا خلق فيهم موهبه شويه زياده، يمكن هم حسوا ان هم بيجمعوا الحاجات بعينهم اكتر او اسرع شويه فعملوا ابتكارات واشياء مختلفه عن الناس المنظمه شويتين ثلاثه. بالظبط كده. يمكن برضو زي ما كانت بتقول منى، كانت مروة معلش انا مش عارفه الذاكره ايه اللي حصل لها، ما علينا. انه في ناس من المشاهير او الناس اللي احنا بنشوفهم من المفكرين والمبدعين كانوا اوضتهم مش مترتبه او المكتب بتاعهم طول الوقت كل حاجه في مكان شكله، هم كانوا بيقدروا ان هم يبدعوا بالطريقه دي او بالشكل ده. يمكن من اشهرهم كان ستيف جوبز، قال انه اخترع الكتب الالكترونيه، الكتب اللي هي على الموبايل، بسبب ان هو كان بيبقى صعب عليه انه يلاقي الكتب اللي هي الورقيه او الكتب العاديه يعني يا جماعه وسط الزحمه والدوشه اللي كانت بتبقى على المكتب بتاعه. فده يثبت انه كان عبقري بسبب ان هو كان فوضوي. لا، ده اللي خلاه يثبت لنفسه ان هو كان عايز يكون منظم. ايه ده؟ اكثر تنظيما. لا، اخترع الكتب الالكترونيه، ما ده خلاه يبعد عن المشكله كانت عنده وبيقول لك انا عملت ده. يعني هو يعني معنى كده ان هو مبدع، هي وصلته للحته دي. لكن هو في الاخر لو جيت تفكري بقى من فوق كده ان هو عايز يوصل لراحه البال، عايز يوصل لشيء منظم. ايه ده؟ لا، طب الكتاب الالكتروني ده من الاخر كده ده على الموبايل. على الموبايل، صح الكلام. وده خلاه في الاخر خالص يبقى ملم بكل حاجه داخل المحتوى ده، صح كده؟ يعني بقاش في كركبه، ما بقاش الموضوع مش منظم، بقى منظم. لا، اقنعيني يا نوره بقى، قولي لي بقى من عندك بقى الدراسات التانية. هو بص هو نوصل للقاعده الاولانيه ان هو المكتب عنده طول الوقت عليه ورق وعليه حاجات وبنطلون فوق مش عارفه فين والحاجات دي كلها، تمام؟ فخلاها تخلص منهم. لا، ما كانش بيلاقي الكتب بتاعته، فهو قرر يسيب كل حاجه زي ما هي مرميه في مكانها وهيخترع حاجه اونلاين علشان يقدر ان هو يوصل لها بسهوله. حلو، يعني ده يخليه اكتر تنظيما، يبقى منظم اكتر. ايه ده يا جماعه؟ ردوا عليها. طب اقول لكم على حاجه، كلمونا انتوا يا جماعه، انا كلامي صح ولا كلامي غلط؟ انا كلامي صح. طيب ما علينا. بصي، اديك مثال تاني. يلا بينا. اينشتاين كان ايه بقى؟ مكتبه كان دايما غير منظم. هي بصور اينشتاين ادينا صدق. طب يعني انت ما صدقتش ليه على ستيف جوبز؟ عشان لا، يعني حاسس ان هو مش رايح في هو راجل بتاع تكنولوجيا وراجل ما يبقاش فوضوي. مكتب اينشتاين على فكره كان زي مكتب ستيف جوبز. لا، ممكن كان برضو اينشتاين فوضوي. ممكن شويه ان هو اهو ده المكتب. اتفضل. طب مكتبه حلو وهو جميل. انت شايف كل الورق؟ بص، شايف المكتبه اللي وراه والحاجات اللي مكتوبه على يعني اينشتاين ممكن اصدق ان هو يعمل ده، يعني ليه؟ ابحاث بقى وعلم، يعني طيب الموضوع عنده مختلف شويه. ماشي، ما هو مبدع عشان فوضوي، ما هو ده اللي احنا بنقوله، ده اللي بص دايما بحس الناس الاكاديميه او الناس اللي هم اللي بيتعمقوا في الدراسه شويتين ثلاثه يعني غصب عنهم بتلاقيهم ان المراجع والدراسات والابحاث عندهم بتبقى بكتير جدا، بكثره يعني موجوده عندهم، فده بيخلي الشكل العام للمكتب للمكتبه اللي حاطينها عندهم. انا ما اقدرش، انت متخيل المكتب ده؟ انا لو في ورقه كاتبه فيها حاجه وعايزه افتكرها مثلا، هقعد ادور في كل دول ازاي؟ مستحيل. لا، هو عارف بقى. انت عارف يعني ان انا اصلا لما يعني الاذكى الاذكياء يعني طبعا يعني انا هي قدرات، بس انا مثلا من الناس اللي لو حاجه الدولاب مثلا بتاعي اتلعبك يعني وانا بشد لبس وكسلت ان انا اعمله وسبته كده فتره والله في لبس فعلا بنساه، واول هو ده بتاع مين وايه اللي جابه هنا والحاجات دي كلها، لان انا مش من الناس اللي هي بعمل الفوضى المنظمه دي. يبقى دي مش طبيعتي، يبقى انا بميل للحاجه ان هي تكون في مكان منظمة، فمش هقدر ابدع في الكركبه والدوشه دي. لا، بس احنا مبدعين والله الحمد لله. اتكلم عن نفسي يعني، مبدعين اهو زي الفل. مبدعين اهو. لا بس الواحد برضه هنرجع نقول ان الفوضى انا شايف ان ده مش شيء مثالي خالص. انا بحب الدنيا تبقى منظمه والحياه وهي نظيفه جميله جدا، وكمان لما بيتك او بيتك تبقى يعني ريحته حلوه وكل حاجه في مكانها، دي ملهاش علاقه خالص بال يعني الموهبه بقى مش موهبه، ليها علاقه بحاجات تانية خالص.